السلام عليكم. بهذا المقطع يا شباب راح يكون ثالث مقطع من سلسلة الافتوبي. راح شكرا على دعمكم باخر مقاطع. فبهذا المقطع يا شباب اخيرا راح نوصل لفل 16. ادري شوية طولت لكن ما عندي وقت هواية العب بالحساب. وثاني شيء واخيرا اليوم ان شاء الله راح نفتح بنر نويل. هذا يا شباب راح يكون اخر شيء بالمقطع راح نفتحه، وان شاء الله يا رب يا رب يا رب يطلع لنا 5 ستار. والله محتاج يا شباب، تخيلوا 5 ستار يطلع لنا، يعني صار عندنا 2 5 ستار من بداية الحساب، بيكون شيء اسطوري. اوكي هسه راح ابدي يا شباب ويا نخلص المهام اليومية على مود نرفع ليفلنا، وايضا نحصل برايمو، نجمع برايمو للاخير. فيا شباب طبعا نسيت كالعادة اسوي التصويت، لكن اعتقد ويا وقت نزول هذا المقطع راح يكون اكو في تصويت للحلقات مالت هاي السلسلة، واللي هي عن مدة الحلقة، لانه نفس ما تدرون اكو حلقات انا اصورها، يعني اول حلقة ثاني حلقة كل واحدة تقريبا خذت من عندي ساعة كاملة تصوير. اما من حيث المحتوى طلعتكم اعتقد ما تجاوز الربع ساعة او يعني 18 دقيقة تقريبا. فأريد من عندكم يا شباب تحددون جد تريدون المقطع يصير مدته. اوكي ناس خلصنا اول مهمة، وصراحة الشخصيات قوية ويا مستوى الوحوش حاليا بالعالم، كلش رهيبة الشخصيات حاليا. اوكي نروح للمهمة اللي بعدها. اوكي وصلنا للمهمة، نسحلهم على السريع. اوكي يلا خلصنا ثاني مهمة كالعادة على السريع، نروح ثالث مهمة. اوكي خلصنا المهمة اللي بعدها، روح لاخر مهمة يومية. اوكي خلصنا المهمة اللي بعدها، نروح هسه نستلم بالجوائز، وراح يبقى لنا كلش قليل، بحيث اعتقد مهمة واحدة نسويها وراح نقدر يعني نوصل للليفل او رانك 16. وهذا يا شباب الاي دي مالتي اللي تشوفونه، اذا حابين اذا حاب واحد يضيفني، طبعا انا ضايفيني باللعبة كلهم ضفتهم، فلا حاب واحد يساعدني ويدخل يلعب وياي من انا اكون موجود بالحساب خلي يضيفني. ويب خلينا ناخذ نستلم الجوائز مالت المهام اليومية. اوه فتحوا لي هاي مالت اودي شخصيات كلش حلو. اوكي حاليا صراحة اريد من يجيبوا لي لحم لانه استفاد اكثر. اوكي بما انه ما عندي شخصية ثانية، اوكي خذيت استلمت الجوائز، باقي لنا بالضبط 150 تقريبا اكس بي. شنو ان شاء الله تعطينا؟ اوكي اكو شغله ما انتبهت له اللي هي هنا، نشوف لا اكو اليوم جوائز او اي شيء يعطونا. حلو صراحة هذا الحدث حلو، شيء فكرته حلوة، حقه 100,000 برايم كلش حلو. بالنسبة اوكي خذينا تقريبا كل شيء. اوكي راح اروح العب يا شباب، نخلص الرايزن مالت اليوم. صراحة راح احاول العب الكتب على مود ان شاء الله ناوي بالحلقة الجاية او اللي بعدها نبدأ نطور شخصياتنا لأعلى ليفل، ممكن هو اعتقد 40، على وصلنا ليفل او رانك 16 راح نقدر نطور شخصياتنا ل40. اوكي اوه اعتقد وصلنا، اوه ليتس جو فتح الكوب، يعني وصلنا 16 ليتس جو. والله عسبالي المفروض العب، بس تذكرت مطينا واللي هو البونص كلش حلو. اخيرا 16، يعني هسه انفتح الكوب
نفس ما قلت لي الحاب يلعب وياي ويساعدني، هذا مالتي الاي دي. وهسه يا شباب اعتقد راح نروح هسه نفتح الجوائز، لان صراحه متحمس. اعتقد الحلقه راح تكون سريعه كلش، فتقدرون تعتبروها حلقه بسيطه وسريعه، لانه الحلقات الجايه راح يكون شيء اسطوري حرفيا. اوكي راح نروح نستلم الجوائز اول شيء على مود ناخذ، انه ما استلمت الجوائز من رانك 13. يب عندي 13 طنوش، 14 حلو، وعندك 16 يلا شغله حلوه. اوه لا حرام، حسبالي راح يعطوني برايمو حلو. هسه المفروض نرفع مالت العالم، صار 2 او المفروض يصير 1. ها اي يب يب تذكرت، لازم اوصل 25 اول. اوكي يا شباب نروح نوقف فوق تمثال فينتي، عرم والله ما اصدق هذا تمثال فينتي حظه زباله، بس على مود نسوي لنا يعني هيك فكره، وهاي نوقف فوق التمثال ونسحب ونشوف ان شاء الله يطلع لنا 5 ستار ان شاء الله. والله يا اخي حرفين مسكت ايدي على مود ما افتح خارج التصوير. اوكي يلا خلني قاعد هنا على هذا وطول لي انجاز يبل، لانه اول مره قاعد. اوكي راح اخذ الانجاز، وبعدها بسم الله نبدي. يب راح ياخذ من عندي برايمو. يا رب يا رب، بسم الله الرحمن الرحيم، يا رب يا رب يا رب، 5 ستار يا رب، 5 ستار يا رب. حرام حرام والله حرام حرام يا اخي والله حرام، كنت متامل 50 نجوم. لا والله حرام كلش. اوه ليتس جو شانلينج، ليتس جو ليتس جو، لانه راح يجينا كونسليشن، لانه لو وصلنا رانك 20 راح نقدر نحصلها مجاني. ليتس جو بليز فور ستار ثاني بليز. والله حرام حرام يا اخي، والله كنت متامل 50 نجوم. اوكي ف هنا راح نسحب لنا سحبه ناخذ، وايضا من انا راح اجمع، لا صدقوني راح اجمع. اوكي عندنا 3 سحبات حلو، بسم الله نبدا باول سحبه. يا رب شينشو، يا رب يا شباب يطلع لنا شينشو، كلش محتاجه كلش رهيب، لازم ابني ويا شارلينج يصير لك حساب اسطوري. فورستر ليتس جو، يا رب يا رب يا رب يا رب شينشو. يانفي، اوكي هي صحيح رهيبه بالبدايه، لكن والله شفت نفسي بشينشو. اوكي يا رب، اوكي ماكو شيء حرام. اوكي لا عندنا بعد وش نقدر نشتري بعد وش. اوكي تعال لهنا، ويب نقدر نشتري بعد وش شايه، ونبدي بسم الله نسحب، ويا رب 5 ساعة. حرام يا اخي والله حرام. اوكي ما نقدر بعد، ما عدنا اعتقد ولا سحبة. اوكي يا صفنا. اوكي نشوف الشخصيات طلعت لنا الجديدة، شخصيتين عدلن شارلينج كلش رهيبة. يب هنا شارلينج طبعا نفس ما قلت يا شباب، حلقة جاية ان شاء الله راح تكون الحلقة راح نفتح بيها او راح نطور بيها شخصياتنا، نوصلها لليفل 20. راح اخلي شايفين يا شباب كل هذين الشخصيات راح نوصلهم لليفل 20 على مود نحصل وشايات كثيرة. فاوكي يا شباب هنا وصلنا لنهاية المقطع، اتمنى عجبكم المقطع. طبعا نفس ما قلت مقطع على السريع، تقدرون تعتبرونه حلقة 2.5 يعني مو الحلقة الثالثة، لكن حلقة سريعة صراحة اريد اتوصل بيها رانك 16، وايضا افتح البنر معاكم. فيب لا تنسونا من اللايك اذا اعجبكم المقطع والاشتراك بالقناة، ويه مع السلامة.